كان مليء بالاجتماعات العائلية وكنا مشغولين هنا في الشغل، وإن شاء الله أنتم كمان كنتوا سعيدين في رمضانكم وبتستعدوا للعيد، لأن إحنا كمان بنستعد للعيد. طيب إحنا كنا في الحلقات السابقة خلصنا اللي هي أنواع البشرة، أو كنا حنبدأ باللي هي مشاكل البشرة، وكل مرة كنا حنختار مشكلة وحنتكلم عنها. لكن بصراحة أنا حاعتذر منكم إنه بسبب ضيق الوقت في رمضان، وهذه الأيام بصراحة مرة مشغولين الحمد لله في العيادة، فما بيمديني إنه أنا أقدر أصور عشان نسوي الفيديوهات لليوتيوب. وحيجي العيد وبعدها حيكون كمان في إجازة اللي هي الصيفية، فحيتأجل كل الفيديوهات إن شاء الله بعد الرجوع من الإجازة، وإنتوا ترجعوا من الإجازة سعيدين إن شاء الله. بس نبغى منكم إنه في الكومنت بوكس تحت تحطوا لنا إيش المواضيع اللي إنتوا تبغون إحنا نغطي لكم هي على اليوتيوب، ويصير نحاول إنه إحنا نمسكها موضوع موضوع ونسوي عليها فيديوهات. احنا عندنا افكار، بس ان شاء الله انتم كمان لو تعطونا افكار يكون بالنسبه لنا كويس. لا تنسوا تتابعوني على الفيسبوك وتويتر والانستغرام، لانه هنفضل طول فتره رمضان والعيد والاجازه الصيفيه هنحط كل النصائح عن كيفيه العنايه بالبشره، مشاكل البشره والشعر وغيره للكوزمتيك ميديسن او الطب التجميلي، فتابعوني هناك، هنحط كل المعلومات تحت في البوكس على اساس انكم تقدروا تسووا اللينك، ويصير برضو حنكون متواصلين معكم هناك. بس لا تنسوا تعطونا السجستشن بتاعتكم في الكومنت بوكس بالاول. ان شاء الله تستعدوا للعيد، ومن دحين اقول لكم عيد مبارك وسعيد ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، ونشوفكم بعد الاجازه. باي.